أنا اسمي عبد الله المفعلاني. أنا اسمي سندس، عمري 8 سنين. اسمي ملهم، عمري 12 سنة. أنا من سوريا، من حمص، يعني جينا بالأحداث على الأردن. وقت كنا نحن بسوريا كنا دائما نقوم نفيق على المدرسة أياما ما نفيق لأنه تكون الطيارة طالعة. جاتني ضربة صاروخ، طرت بالجو 10 15 متر، ما بعرف. اتدمر البيت بالكامل، استشهد جوزي وبنتي. كنت اشتغل بالزراعة، بالمشروع نزرع بطاطا، واشتغل ناطور مزرعة لفترة معينة، بعدها تجارة سيارات. هلا قناة صرت اقعد، اول ما جيت على لبنان ما بقدر جلس واقعد هيك. كنت اظني بارك، صار لي 4 سنين بارك، بس رتبت وصرت اروح واجي واتمرن. نشكر هانديكاب في معالجتهم لي، لم يقصروا معي، تم واجههم 100% معي.